بمعنى تالي: التراث الشعبي هو نهاية الماضي وبداية الحاضر، ومنو فينا ما يحن لزمان أول بعفويته وبساطته. الله يا المباركية، مكان كل من يحبه، سوق تراثي قديم وله تاريخ عريق. وبهالمحلات والدكاكين الصغيرة أتذكر أحلى الأيام، وهالبقالة أتذكرها عدل، مستحيل أمر من صوبها وما أشتري شيء حتى لو شبعانة. وبهالمكان تعودنا على المطاعم الشعبية والأكل الكويتي القديم. شعبي كويتي موجود في شارع الخليج العربي في منطقة جبلة، تأسس عام 1979. خلونا نشوف بعض التفاصيل عن بيت السدرة. التراث الشعبي هو إبداع وفن دائما يستمر. اليوم بنشوف جانب صغير من التراث الشعبي الكويتي. وتصميم هذا البيت على الطراز الكويتي التقليدي القديم. دايماً نقول كل شيء قديم حلو وله ذكرى جميلة، فيها الأماكن شيء ما يغير الزمن.